بعدك خدمنا بزاف الخدمه دوزنا سهر كنخدموا صباح وعشيه ديك ما كتشوفوا حتى واحد الحمد لله الدراري كيفيقوا مع 7 الصباح باش تعرفوها بعدا هاد لايك بعدا الشباب الاصيل يتمنوا له مسيره موفقه شوف انا مسيت قبل ما شتاك راه كنحيي فيك الروح قبل ما نمشي نفرح مع الزوار ديالي مسيت نقول لهم هانيين مسامحه هما فرقه زوينه هما كيب زوين كرة هذه يعني ما كنبغيش اللي ماركي عليا ستات انا ما بغيتش وليني ملي كنا 4-1 كنت كنتمنى هما يعلوا رجليهم ولكن جات فرصه هما كنتمنى هما يعلوا رجليهم باش انا نوقف ما هم فهما كيديروا ما نقدرش نزعم ماركي نتسنى السي فاطمي شفتك انك استغلتي المساحه هما خداو يمكن عطاوك الارض بغيتي تاخذ البالون ولكن انت خديتي لا كان مقابله مخدومه مزيان الدراري كانوا واجدين قلت لهم في الباستير قلت لهم راكم واجدين عرفتي شنوخصكم ديروا فلاكونت فيسيك هنا توب الدراري تبارك الله عليهم خدموا بزاف وجدوا بزاف ضربوا تمارا بزاف راه ما جاش لله نقولها لك هكا لازم لكل مشاهدين نصيب راه نقولها لك هكا راه كنت كنقولها لهم بلا تمارا ما كاين والو والله العظيم الا سهر كيفيقوا مع 7 الصباح الحمد لله النتيجه شفناها هو زانيين فرحانين الله يحفظك سي رشيد واحد السؤال ميغيل قبل ما يلاه التحق بالفريق ديالو كانت المقابله ديال الدغالي كنتي كمتفرج ديك الساعه قبل ما تشبر الزمه ديال الفريق كانت عندك مشاكل قبل ما تلتحق بالفريق مع اللاعبين وانا كنت عايش هادشي هذا ولكن كلشي ما كانش باغي ميغيل هذا راه واقع ولكن هاد اللاعبين اللي كيحتفلوا دابا هما اللي كيفرحوا بميغيل دابا شنو وقع بالضبط حتى تغيرت الصوره ديال الفريق هذا دابا كنهضموا شي الحق ديال عادل هذا شوف واحد النقطة قلتيها زوين أنا عندي واحد الشخصية شوية صعيبة شوية قاصحة وليني المعقول من الجور كيبان المعقول أنا في أمري حياة ديالي ما ضحكتش على الجور كنقولوا الحاجة فوزو كنقولوا على فرونشمون وشوية بشوية راه كل واحد هو عبد الله هو تما كان راه دابا سماه أنا نشوف عبد الله راه كل واحد أي جور اللي كتشوفه في الفرقة دابا سماه هذا اللي مشكل معاه وليني هذيك هي الطريقة الوحيدة ديال يكون جروب هي الحقيقة الصراحة خدمنا في هذا لاكوطي والحمد لله ما خيبناش الله شكرا وهنيئا وهنيئا وزان فيليسيداديس ميرسي وين سويرتي ميرسي وخا لك سي موسى السيكوندا ديفيزيون ان شاء الله الله يحفظك انا سي عبد الله حنيف والله العظيم شفت ثلاثة مباريات ماشي مباريات باقي خصني نعلي الشابو انا نعلي لك الشابو صلى على النبي عليك قدمتي مباريات كبيره شكون بهذه المناسبه اولا السي رشيد شكرا على التحيه ديالنا الواجب ديالنا حنايا كنا محايدين انت وكنتمنوا التوفيق للشباب الاصيل حتى هو ما كيتسالش هذا القسم هذا عندهم ليكيب زوينه الحمد لله راه كتبين واحد غيربح والحظ كم والاخر خدمنا مع ميغيل شهر وحنا كنلقاو في الصباح ونطريو صباح وعشيه وكنا وصلنا مع المدابزه باش ما نخدموش صباح وعشيه كيبان السيد رحمه ولكن السيد كان على صواب وحنا وصلنا نتيجه صح انت الدراري ما حبسوش كان هذا الانتصار ما حبسوش البطوله مصغره كامله كانوا صباح وعشيه وهذا الشيء كان احترافي بزاف في الماكله بدلنا الماكله بزاف وكان هذا الانتصار الجمهور الوزاني اللي تسنى بزاف صراحه ومل بزاف كنقول لهم باللي خصهم يفرحوا ان شاء الله حنا نوصلوا لوزان ونفرحوا معاهم نشكركم بزاف عبد الله عبد الله عبد الله دابا واش غتمشيو تنعسوا عبد الله اولا غادي تنوضوا تخدموا القسم الوطني الثاني لا مكاينش النعاس كاين لاعبين داير معاهم مكتب مسير اي ينتدبوا ان شاء الله يا ربي ما خصناش نطلعوا اننا نجلسوا في القسم الثاني خصنا نطلعوا اننا نفكروا في القسم الاول هو وزان كتستحق دائما اكثر كاين وهادشي اللي هذا هو البروجي اللي عبد الله واحد السؤال الاسبوع داتكم بزاف ديال الحفلات كما كنقولوا قبل المقابله واش ما كانش ضاغط عليكم هاد بزاف اللعابه قلنا لان كان شي كان بزاف كنت خوف ماشي انا كنت قلت لهم على التعليق قلت لهم يمكن يتاثروا اللاعبين تمنوا لك المسيره موفقه تمنوا وزان عندنا الواجب ديالنا حاولنا اننا نكونوا محايدين مبروك وزان هارد لك اصيله حد اوفر جميع الانديه ديالنا وجميع اللاعبين ديالنا وشكرا واذا نحيوا الجميع ونحيوا ساكنه وزان نقولوا لهم مبروك نحيوا كذلك شباب الساكنه ديال الشباب اصيله ونتمنوا لهم التوفيق نحيوا حمزه بوي اللي كان معنا سي عثمان كذلك عبد الرب استطعنا اننا مشكوره العصبه ديال طنجة تيتوان اللي عملت فينا الثقه باش غادي ننقلوا نتمنى اننا كنا عندنا حسن ظن الجميع شفنا المباراه شفنا الفريق اللي كان الاقوى في المباراه النهائيه هو اللي صعد نتمنى لهم التوفيق عثمان هادشي اللي كان سي رشيد شكرا جميع المتتبعين المشاهدين الكرام سواء داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن واحد الساعه شفنا في المباشر خصوصا في الشوط الاول كان وصل واحد النسبه كبيره عاليه ان المتتبعين كيتبعونا سواء في مدينه وزان وكذلك مدينه اصيله
شكرا بزاف على الثقه اللي وضعتوها فينا لا في الصفحه ديال الكره 24 صفحه ديال 365 وكذلك جريده لا كرونيك. نضرب لكم موعد مره اخرى باقي المنافسات الاخرى ديال بطوله عصبه الشمال خصوصا البطوله الجهويه في المقابله النهائيه. الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واطيب المنى اتمنى لكم في امان الله ورعايته.